مشاهدينا تابعنا مع بعض هذه الفقرة، وصلنا الآن إلى أول فقرة من البرنامج، الفقرة اللي نناقش فيها أكيد المواضيع كالعادة دائما في برنامج صباح الوطنية. عندنا مواضيع مهمة، وأول المواضيع يخص طلبة البكالوريا التحضير النفسي لهذا الامتحان المصيري. كنقول الامتحان المصيري ماشي باش نخوفوا التلاميذ السمدة، لكن باش ربما يحضروا نفسهم بأحسن يعني ظروف، أحسن حال هكا إن شاء الله، باش نفرحوا كذلك معهم مع كل الطلبة. فراح تحضر معنا اكيد سمية في البلاتو، ضيفه عزيزه على قلبنا، دائما تشرفنا في البلاتو صباح الوطنيه وتفيد المشاهدين كذلك بالمعلومات ديالها. نعم ايضا كما ذكرتي كريمه، اي حضره معنا اليوم ضيفه دائما تشرفنا بحضورها، مدربه في التنميه الذاتيه سيده خولة عمامره. صباح الانوار. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا سميه وكريمه على حسن الاستضافه، بارك الله فيكم، شرفتينا بحضورك. طبعا كما قالت كريمه الان ماشي باش نخوفوا طبعا خاصه الاولياء اللي راهم يتابعوا فينا وحتى التلاميذ. اليوم حبينا نركزوا اكيد راح نركزوا ربما على شهادتي التعليم المتوسط والشهاده البكالوريا، ولكن ربما نركزوا اكثر شيء على شهادة البكالوريا، ماشي باش نخوفهم، وإنما أحيانا أستاذة نلقاو التلميذ يكون حافظ، يكون فاهم الدرس ويكون واعي، ولكن أثناء الامتحان يفقد الوعي، يفقد التركيز، وهذا نظرا أو نتيجة لخوفه لذلك الامتحان. صحيح، هو الكلام الذي سنقوله الآن هو كلام يليق أن يقال لجميع التلاميذ سواء من الابتدائي لغاية البكالوريا، لكن مثل ما تفضلتم سنركز أكثر شيء على البكالوريا وشهادة المتوسط. سنبدأ من الكلمة المفتاحية اللي هي الخوف. في الحقيقة الخوف هو عامل مساعد، نحن نخاف لماذا؟ هذاك الخوف هو اللي يعطيك الحافز، الخوف هو عبارة عن رسالة لك من عقلك يقول لك استعد. نحن نخاف من الامتحان، نخاف من أي شيء جديد، نخاف من الطبيب، نخاف من كل مغامرة وتجربة جديدة، ولا من كل مغامرة احنا ربطناها في مخنا برابط سلبي. الامتحانات الآن صارت كابوس، امتحان مصيري، امتحان، عن كلمة دائما يكررها الأساتذة مع تحفظ عليها اللي هي الامتحان محطة يكرم فيها المرء أو يهان. هذه ملي كنا صغار نسمعها. صحيح. بينما الحقيقة أن ربي سبحانه هو اللي كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، يعني مستحيل أن يجي امتحان عبارة عن مجموعة أسئلة تقيم ذاكرتك، تقيم فهمك للموضوع، تقيم مدى استعدادك النفسي لمراجعة تلك الدروس، فتكرمك أو تهينك. إذن خلينا نتفق في البداية على أنه الامتحان ليست محطة لا للتكريم ولا للإهانة، هي مجرد استرجاع للمعلومات. لما نثبت في داخل نفسية كل تلميذ، كل طالب يشاهدنا الآن، أنه الامتحان ما هو إلا يوم عادي مثل باقي الأيام، يحتاج إلى استعداد، أي نعم يحتاج إلى استعداد وتنظيم وحسن تأطير للوقت وحسن تحكم في العامل النفسي وحسن فهم للمواضيع وللدروس، بعدها يصبح كباقي الأيام. نعم. إذا الكلمة خوف خلونا نفهمه أنه خوف هو عبارة عن محطة تقول لك، ولا هو عبارة عن عامل يقول لك استعد. لما يرتفع منسوب الخوف وتظهر معه باقي الأعراض، ارتفاع الأدرينالين، التعرق الشديد، ارتفاع نبضات القلب، ألام في البطن، رجفة ورعشة في الجسم، ألام في الرأس، يحس هنا التلميذ وش يقول لك؟ نسيت كلش، ما على باليش اصلا وش هي الماده اللي احنا نمتحن فيها. تصل الى هذا المرحله، هذه من مظاهر الخوف. نعم، من مظاهر الخوف. نعم. احنا الخوف وصل لمرحله انه قال المعلومات اللي في مخك والاستعداد تقف. هنا الخوف يتراوح ما بين مرحلتين، يا اما هو يرسل لك رساله استعد، او يرسل لك رساله مفادها قف. لما يكون الخوف في سياق الطبيعي، في نسبه له الطبيعيه، فهو يقول لك استعد، يعني هو اللي حيخليك حريص على التحضير الجيد للامتحان والمراجعه والاستيقاظ باكرا او سهر على الـ على الـ على حفظ الدروس ومراجعتها. لما يزيد عن منسوبه، لما يرتفع جدا ويولي ظاهر، هنا رانا في مرحله اسمها قف. لما يصل مرحله قف، هنا لن يجدي نفعا تماما. رسالتي للتلاميذ ورسالتي للاولياء، علينا ان نفهم ما يحدث. العقل ونحن نتابع دروسنا مع الأساتذة، ولا ونحن نراجع، ولا نحن نسترجع حتى لوحدنا، ما الذي يحدث؟ العقل التحليلي هو الذي يشتغل، جزء من العقل اسمه العقل التحليلي هو الذي يشتغل. لما يرتفع منسوب الخوف ينغلق آليا العقل التحليلي وينفتح العقل العاطفي. ما هي رسائل العقل العاطفي لك؟ ماكش مراجع مليح، ماكش مستعد مليح، امتحان صعب، الوقت اللي خليتيه للامتحان لم يكن كافي، اكيد ستسقط، اكيد فيه سؤال بياج، حتى نشوفها كثيرا في التلاميذ، مراجع مليح، فهم مليح، جاوب على الاسئله بشكل ممتاز، لكن بعد عقله يقولوا لا مش هذه الاجابه الصحيحه، لا اكيد كاين خطا، اكيد كاين سؤال فخ،
اكيد كاين نسي حاجه، اكيد الامور مش طبيعيه. هنا ما الذي يحدث؟ كله عقل عاطفي وكله عقل رسائل خوف وخوف زائد عن حده. لما نفهم الامتحان في حقيقته بمفهومه الحقيقي، لما نفهم الخوف بمفهومه الحقيقي، لما نفهم انه ربي سبحانه كرمك بعقل قادر على الاستيعاب، قادر على التذكر، قادر على الفهم، ولما نفهم انه المناهج الدراسيه موضوعة بشكل منهجي مدرسي أكاديمي وفق ما تعرفه أنت، وفق احتياجاتك أنت، وفق قدراتك أنت. لما نفهم كل هذه المفاهيم كلها مع بعضها بإمكاننا أن نتخطى حقيقة الخوف. نعم جميل. طيب أستاذة خولة، كذلك أشياء كثيرة تحدث داخل قاعة الامتحانات، منها الخوف، منها البكاء، الصراخ، وحتى في بعض الأحيان كاين اللي يغمى عليهم. نعم. ربما داخل قاعة الامتحان من بين النساء البنات. نعم البنات، وخاصة يشوف المواضيع كأنه شاف، ربما ما نعرفش يعني، يشوف المواضيع كي يغمى عليهم كما ذكرتي كريمة، ويحدث لهم أشياء أخرى، وهذا الشيء ربما يخلي التلاميذ يتشتتوا ويشتت لهم الانتباه. كل هذه التصرفات داخل قاعة الامتحان من بين الأشياء كذلك اللي تحدث للتلميذ بصفة عامة لما يشوف ربما السجي ديالو، الموضوع ديالو، يقعد يشكك في الإجابة. هذه الحاجة حافظها يقول لك بالك أنا نسيها، يعني هو متأكد في نفس الوقت، او يقول لك بالك اني غلط، بالك ماشي هذه، ربما لسهوله الامتحان كذلك. صحيح. هنا في هذا النقطه بالذات، في النقطه الاخيره، انه هذا الامر يحدث متى نشكك في اجاباتنا؟ لما يكون في عاملين اساسيين: عدم الاستعداد الكافي، يعني انا مشني حافظ بشكل مليح، مشني فاهم بشكل مليح، لم اكن عندي استعداد، ولا احيانا عندي استعداد وحافظ واموري مفروزه تمام التمام، لكن عندي قله ثقه بالنفس. وهنا على الاباء والاولياء ان يهتموا جدا جدا هذا النقطة. في هذا البلاطو بالذات كنا قد تحدثنا سابقا على أن الأولياء يبذلون الغالي والنفيس في دروس الدعم، في الدروس الخاصة، في أهم المراجع، أهم الكتب قبل الامتحان، لكن يهملون الجانب النفسي والتحضير النفسي الجيد للأبناء. كل ما كان الطفل أو التلميذ كل ما كان مستعد جيدا، كل ما كان ثقته بنفسه مليحة، بإمكانه أن يتلافى كل هذا. عطفا على حديثك لما قلتي أنه تحدث الكثير من الأمور داخل القسم، على كل تلميذ أن يتذكر دائما أنه هو هنا لأداء هدف معين. ما هو هدفي من تواجدي هنا؟ هدفي اجتياز مرحلة البكالوريا، مرحلة البيام، أيا ما كان هذا الامتحان، بسلاسة ويسر. فكل ما يحدث من حولي لا يهمني تماما 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 تماما. أنا الآن كل ما يهمني هو ورقة الإجابة وما سأدون عليها، وبماذا سيقيمني الأستاذ بعد الإجابة. كل ما عدا هذا فهو أمور حقيقة لن تؤثر إذا قررت أنا أني خليها لن تؤثر. أستاذة خولة، فقط هناك العديد من الأولياء طبعا عن غير قصد ربما يعملوا بعض الضغط لأولادهم، كما قالت كريمة وقلت أنت أستاذة، يقولوا لهم اليوم عندك امتحان ستكرم أو تهان، أكيد لازم تفرحني، لازم هذه، لكن هو ضغط في نفس الوقت على التلميذ. فهذاك الشعور بالضغط ربما يطلع على الموضوع ينسى الإجابة حتى لما يكون يعرفها. فكيفاش ربما نوجه رسالة للأولياء، خاصة ماشي للتلاميذ، أنهم يعني ربما هذا الضغط يقدروا يخففوا منه؟ ولا أكيد هو ضغط عن غير قصد، أكيد يتمنوا النجاح لأولادهم، ولكن ربما كيفية تخفيف هذا الضغط على التلاميذ. ممتاز سمية، أنت قلتي نقطة مهمة جدا. إحنا في كل شيء، في كل الحياة عندنا فعل من وراء نية، كل فعل عنده نية. الأولياء لما يجيوا يضغطوا على التلاميذ، على أبنائهم، بشأن الامتحانات، ما هي النية؟ ما هي النية وراء هذا الفعل؟ النجاح طبعا طبعا الحال. نيتي انه ابني يكون في يعني المراتب الاولى، في اعلى النتائج، في امتياز، في تفوق. اذا هذه نيتي. الان انا اراقب فعلي، نيتي لا غبار عليه، اراقب فعلي، هل بفعلي هذا انا اخدم هذا النية؟ هل بزيادة الضغط على ابني اخدم نيتي الحقيقية، النية السامية العليا من وراء الهدف؟ سألاحظ قطعا ويقينا انه زيادة الضغط على بعض التلاميذ، هنا اقول كلمة بعض وسنعود لها، على بعض التلاميذ يؤدي إلى نتائج عكسية. ما الذي يحدث؟ نسبة الخوف ترتفع من كونها استعد اللي تحدثنا عليها سابقا إلى كمية قف. فما الذي يحدث هنا؟ التلميذ سيتجاهل الأمر تماما، وتولي عنا ردود فعل عكسية. نجد تلاميذ ينقطعون، يعني كان مستواهم عادي، كان مستواهم ممتاز، كان مستواهم ضعيف، ثم يصل المرحلة المراحل المصيرية البكالوريا أو البيام، ينقطع تماما عن الدراسة، لا يذهب أصلا المدرسة، حتى إذا ذهب فإنه يتفنن في إضاعة الوقت داخل القسم، وقته وقت زملائه. أو بعض التلاميذ يهبط معدله، مثلا معدله كان 16 يهبط مباشرة 14 13، ليس لنقص
استعداد، ولكن لكثرة الضغط ردود أفعال التلاميذ متباينة تماما. على الأولياء أن يفهموا أنه كل ضغط زائد راح يحدث نتيجة عكسية، وعن قاعدة ثابتة كل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. نعم. بالضبط. حتى المقارنة ربما ما بين هو وتلميذ آخر، هو وباقي إخوته. نعم. هو وباقي زملائه، هو أبناء العم وأبناء الخال، هذه كل هالمقارنات. خلونا نفهموا أنه كل إنسان ميز ربي سبحانه بشيء معين. كاين إنسان خلق ليتميز في الدراسة من سنة أولى ابتدائي إلى غاية البكالوريا ويمكن حتى في الجامعة وما بعد الجامعة، ممتاز، هذا خلق ليتميز في دراسته. كاين شخص آخر خلق رب سبحانه وميزه وأكرمه بنعم تخليه متميز في يعني شق آخر من الحياة، وهذه ليست أبدا دعوة إلى يعني ترك الدراسة ولا التماطل في الدراسة ولا التكاسل في الدراسة. برك على الأولياء أن يستوعبوا أنه كل مقارنة فهي هدامة، وعلى الأولياء حقيقة أن يكونوا أذكياء في تعاملاتهم مع التلاميذ. لأنه أحيانا نشوفه لما أنا عندي ابني يكون عنده ضغط، أنا أحس أنه عنده ضغط، هو ليس بحاجة إلى زيادة الضغط لأنه راح يولي يؤدي إلى أثار عكسية. بالمقابل لو عندي ابني غير مهتم تماما ما عندوش الضغط هذا اللي راني عايشته أنا كولي أمر، هنا نولي أنا أبعث بعض الرسائل بطريقة إيجابية، بينها أني فرح حبتك تفرحني، أريد لك النتائج الأفضل، أريد لك أن تكون أنت يعني الأول والأفضل بنتائج أفضل ما يمكن. ودائما وأبدا سمية بعيدا كل البعد عن المقارنات سواء مع باقي إخوته ولا النتائج السابقة ولا باقي الزملاء حتى العائلة ديالو. نعم حتى العائلة. نعم. سيدة خولة أشرتي إلى نقطة فقط، كلمتي ربما أكيد قلنا أنه الهدف الأولياء لأولادهم أنه هو النجاح، كذلك في نقطة معينة ربما المعدل، مقارنة المعدل، يقولوا لما تنجح بعشرة وش راح تدير بها، هذا كذلك يعتبر ضغط. صحيح صحيح. نعم، هذا يرجع لقدرة التلميذ. وإحنا كاين واحد المشكل يقع فيه الأولياء والتلاميذ سوية، أنه التلميذ طيلة مساره الدراسي كان متوسط، يعني معدله مثلا 12، لما يوصل في البكالوريا الولي يريد أن يوفر هو حقيقة كل الأسباب لأنه يكون ابنه يأخذ علامات ممتازة. مش معقول من 12 إلى 17، هي ممكن ممكن حقيقة خاصة مع إنسان عنده القدرات وعنده الإمكانيات لكنه لم يستغلها، لكن مش معقول أنه الجميع يجيب 17، مش معقول أنه الجميع يحوز على امتياز. فهنا على الأولياء أن يستوعبوا قدرات أبنائهم، وعلى الأولياء أن يكونوا مع أبنائهم ضد الخوف والضغط من الامتحانات، ولا يكونوا مع الامتحانات ضد أبنائهم. جميل، أكيد وصلت الفكرة أستاذة. طيب الآن نروح ربما ما قعدناش بزاف على امتحان البكالوريا، أسبوعين تقريبا كأقصى حد. ربما كاين تلاميذ ما يعرفوش كيفاش يراجعوا، ما يعرفوش كيفاش ينظموا الوقت ديالهم، خصوصا في هذه الايام يكثر عليهم الضغط. عامل الوقت يعني صحيح. هنا عامل الوقت يلعب دور، يقول لك ما قعدليش بزاف على البكالوريا، مازال ما راجعت، مازال ما درت بزاف امور. كيف ربما او كيف تكون الطريقه الصحيحه للمراجعه في هذه الايام الاخيره؟ طيب جميل جدا. هذا السؤال إجابته إحنا لما نشوف الوزارة الوصية، وزارة التربية الوطنية، وش عندها وزارة التربية الوطنية؟ عندها رزنامة الدروس موزعة على أيام والأيام وأسابيع وأشهر. نفس الشيء المطلوب من التلميذ أنه ما يبقاش يقول بلي بقيت لي على البكالوريا أسابيع، وإنما بقيت لي على امتحان اللغة العربية كم من يوم. هنا وش يدير؟ هذه نصيحة قد تنفع الغالب الأعم، كما يجب أن ننوه أنها مش نافعة للجميع، لكن نسبة لا بأس بها وكبيرة جدا من التلاميذ تنفعهم. ورقة آكات، ورقة رسم عادية، يكتب فيها أيام الأسبوع، يكتب فيها المواد اللي سيمتحن فيها في البكالوريا ولا في البيام ولا أي مكان، ولا حتى الامتحانات الفصلية فصل الثلاثي اللي نحن على أبوابها. ويقسم، يسجل أيام البكالوريا متى ستكون بالضبط يعني بالتاريخ، ويحسب ما تبقى من أيام. ما الذي يفعل الآن؟ يقسم ما تبقى من أيام على المواد. في مواد تحتاج مثلا وقت أكبر، اللي هي لنتحدث على سبيل المثال الحصر، لو في تلميذ علمي يعني العلوم والفيزياء والرياضيات ستحتاج النصيب الأوفر والأكبر من الوقت حتى المعامل. نعم، اللي هو العامل الأساسي. هنا ما الذي يحدث؟ أنا بقيت لي مثلا فلنقول 21 يوم على البكالوريا أو شهر أو أي مكان الوقت الذي تبقى. أنا أريد أن أتحدث الآن ليس على البكالوريا هذه السنة، وإنما على امتحانات كل امتحانات التلاميذ المقبلة. نحسب ما تبقى لي من أيام، ثم أوزع أيامي على المواد. اللغة العربية تحتاج كم من يوم؟ اللغة الرياضية تحتاج كم من يوم؟ الفيزياء تحتاج كم من يوم؟
ثم اخذ في كل يوم ندير، انتقلنا الان من برنامج الشهري الى البرنامج اليومي، في كل يوم ما هو الوقت الذي احتاجه. وهنا تقنيات المراجعه ووصايا المراجعه كثيره، ولعل اهمها انه نوزع حقيقه وقت مراجعتي بما هو يناسبني. كاين بعض التلاميذ يناسبهم يعني البكر صباحا، الفتره الصباحيه، الفتره الصباحيه يعني من الخامسه اولا بعد صلاه الفجر، من الرابعه للسابعه فتره مناسبه، وهي فتره حقيقه جوهريه بل عليها الماسيه لغالب التلاميذ. يعني حقيقة من أراد العلا ينظهر الفترة، ماشي يسهر الليالي، لا يسهر الليالي لأنه أثبتت الدراسات أنه في البكور بركة على كل الأصعدة وكل المفاهيم. ثم لكن يبقى يعني على حسب التلميذ طبعا، يبقى على حسب قدرات التلميذ واستعداداته. نعم. لكن عن تجربة كما قلت أنا شخصيا أن وقت البكالوريا الآن فكرتيني. نعم نعم أنا العكس، أنت العكس في الليل، العكس في الليل. أنا في الصباح سيتها جربتها مرة فقط، مش فيت على حتى حاجة. إيه تحدث تحدث هذه الفروقات. هذه الفروقات لأجل هذا مستحيل أن أقارن ما بين أدائك وأدائها. لأجل هذا حقيقة المقارنة، أي مقارنة هي بخس من حقك ومن حقها، هي ظلم لك ولها. أنت من النوع اللي ينام في وقت متأخر، هي النوع اللي يستيقظ في وقت مبكر. قلت بعد ما نحط البرنامج اليومي تاعي، بحيث خلينا ننبه لبعض الامور مهمة، الجلسة جلسة المراجعة لماكس تاعها 45 دقيقة. عقل الإنسان لا يمكنه أن يستوعب، عقل التلميذ لا يمكنه أن يستوعب المعلومات إذا فقط جلسة المراجعة الواحدة 45 دقيقة، يعني لو ماكس إذا كان في تلاميذ يمكن 44 دقيقة. لأجل هذا لو نلاحظوا أنه في الأقسام عادة يبدأ القسم هذا سمحي فقط، يعني 40 دقيقة فقط كافية للمراجعة؟ راح نرجع لهذه النقطة. لو نشوفوا في المدرسة كل الوقت التلاميذ هادئين، في الربع ساعة الأخيرة تكثر الفوضى. لماذا؟ لانه قرب الوقت يخلص. هذه من ناحيه، ومن ناحيه تركيز العقل البشري انتهى، هذه باثبات بدراسات علميه مثبته. نعم. مده 45 دقيقه ما الذي افعله؟ عطفا على سؤالك، ناخذ باز، ناخذ فتره استراحه 5 دقائق 10 دقائق، نخرج تماما من مرحله المراجعه. مثلا نروح نعمل كاس حليب نشربه، نروح اتحدث مع الوالد الوالده، نروح نخرج من هذاك الجو تاع المراجعه، اقطع جو المراجعه بخمس عشر دقائق. بعدها لما ابدا جلسه المراجعه الثانيه ما الذي يحدث؟ عقلي وكانه الان وين راح نبدا، وكانها الضغط ولا الانخفاض مستوى التركيز اللي كان في السابق يهبط، بمرور الوقت ينزل التركيز. بعدها لما اخذ هذيك البوز، هذيك الفتره الكافيه من الراحه، قلت لك قد تكون 15 ربع 15 دقيقه يعني كماكس. وهنا دائما المره الماضيه تحدثنا عنها، كاين واحد الابلكيشن في الهاتف اسمها البومودورو تايمر، اللي هي التايمر تاع البومودورو على شكل طماطم، يحطها التلميذ جلسة فيها 25 دقيقة، هي من 25 دقيقة حتى 45 دقيقة. بعدها يقسم المواد، عندنا مثلا مواد حفظ عندك جلستين ثلاث مش أكثر، بينما مواد الفهم قد مثلا رياضيات تقدر تقعد معها حتى ثلاث ساعات، بينما مواد الحفظ عادة الإنسان ما يقدرش يركز فيها كثيرا. صحيح. يقسم المواد، يقسم على الجلسات هذه تاع الاستراحة، ويمضي قدما بحيث يكون قدامه من البكالوريا عندي برنامج خاص ثابت فيه كل التفاصيل، يحدد ما هو. شوفوا مستحيل الإنسان يمشي دون وجهة. أنت الآن كي راكي خارجة الآن عندك وجهة، ستذهبين للمنزل إلى مكان آخر. مستحيل الإنسان يذهب ويتقدم في مراجعته إذ لم يكن لديه هدف. فالتهديف أمر مهم جدا، كل تلميذ يبقى بينه وبين نفسه ما هو معدل البكالوريا الذي أريد أن أحصل عليه، على أن يكون هذاك المعدل بشروط، مش أنا معدلي طيلة الفصول 14 وحاب نجيب 18، يعني معدل صعب المنال راح يزيد عليا الضغط. مش معدلي 14 أنا حاب نجيب 13 ولا حتى نبقى 14، يكون معدل طموح واقعي وفق حاجيات التلميذ وفق الدروس المتبقية للمراجعة، وفي نفس الوقت وفق الوقت المتبقي للمراجعة. نصيحة مهمة جدا للتلاميذ، ابدأ الآن، إذا راك تسمع فيها الآن ابدأ الآن، أحسن وقت حقيقة هو الآن. Never too late، لا تقول أبدا أن الوقت متأخر، وابدأ من أقرب وأول فرصة اللي هي الآن. نعم جميل. جميل. نعم أستاذة خولة، كذلك كيفاش ربما لو تعطي نصائح للتلاميذ اللي راهم يتابعوا فينا، ربما كنوع كيفاش يقدر يكون ذكي، كيفاش يقدر يتغلب على الخوف ديالو، لانه نلقاوه حافظ ربما حتى مركز، ولكن ما يعرفش ربما يستعمل نوعا ما الذكاء، يحتار ما بين هذا الموضوع والموضوع الثاني. ربما يقول لك بين كذلك نعرفوا انه في الان يعني ربما نشوفوا لما يكون موضوع مثلا طويل يحكموا الخوف
الخوف. صحيح. وربما على العكس، عادة لما يجي موضوع طويل كريمة وأستاذي يكون أسهل. صحيح. ربما من الموضوع الآخر، فكيفاش يقدر يستعمل الذكاء دياله؟ صحيح. أول حاجة لما يكون عنده استعداد مليح، خلاص استعد البكالوريا، جاء وقت البكالوريا وأنا الآن في طريقي البكالوريا، لن أتذكر وش تعبت ولا وش رقدت ولا وش ما تعبتش، عندي امتحان يجب أن أقوم به بكل الطرق، يعني في جميع حالات سأؤدي البكالوريا. أسأل نفسي هذا الخوف هل سيخدمني حقيقة؟ هل سأستفاد منه؟ ما هي الإفادة التي سأحققها لو خفت؟ الآن بعد هذا الحوار الداخلي النفسي سيدخل التلميذ وهو الآن أمام الأمر الواقع. في الأسئلة وضعت أمامه، لو نحكيه على مثلا مدة 3 ساعات ونصف، خلي النصف ساعة هذيك الأولى استريح فيها، تمرين مهم جدا اللي هو تمارين التنفس، العقل يتغذى على الجلوكوز والأكسجين والماء. نعم. خذ لك قارورة ماء معك بحيث ما يكونش فيه إكثار بزاف حتى لا تضطر لدخول المرحاض بما يؤثر على يعني نفسيتك أثناء الامتحان. بعض المدارس في ممنوع الدخول وممنوع الخروج، يعني تناول الماء بقدر كافي حتى تكون يعني بطلب. نعم. الجلوكوز ينصح بلي سوكرون، يعني السكريات البطيئه التحلل، واحسن شيء هو التمر، 3 تمرات صباح ستكون مفيده جدا جدا. وبعدها نبداو الاكسجين. احنا مشكلتنا انه لا نجيد ولا نعرف التنفس، لا نعرف حقيقه تقنيات التنفس ومدى اهميه التنفس. وكثير من الناس لما تحكي لهم عن انك حل هذا المشكل بالتنفس يستهزئ حقيقة. أنا نقول لك خوف ونقول لك امتحان ونقول لك بكالوريا وامتحان مصيري وأنت تحكي لي على التنفس، لا، التنفس حقيقة أمر مهم ومهم جدا. أنا أنواع وأشكال التنفس لعل أهمها وأنفعها للتلاميذ في هذه الفترة اللي هو التنفس الاسترخائي. كيفاش التنفس الاسترخائي كريمة؟ أنك يكون فيه شهيق، في عنا شهيق وزفير. نعم. شهيق من الأنف، نجبد أكسجين خليه داخلي، مثلا لو جبت في 4 أو 3 ثواني جبد خليه شوي في داخلي يلم كل الطاقة، كل السي او دو، كل ما سيخرج. بعدها الزفير يكون أطول بكثير مقارنة بالشهيق. نطبقه الآن، تكون عملية الزفير طويلة ويكون هذا الأمر مكرر. كل ما كررنا شحال تكرار تاعو على حسب، كاين بعض الناس حقيقة يصرى لها تفقد الوعي من هذا التنفس. نعم. حقيقة لماذا؟ لأنها مش مولفة به. على حسب 3، لو شفتي روحك قادرة تزيد 4 5 زيد 7 10، بعد لك خذ لك بريك ارتاح. شفتي نفسك باللي خلاص ارتحتي راح تشوفوها، يعني النتائج فورية، ملاحظة فورية. لماذا؟ لأنه علميا راح يهبط مستوى الأدرينالين، راح يهبط معه نبضات القلب، راح ينخفض معه مستوى التنفس، فيعم الهدوء الجسم، يبدأ ينتشر الهدوء. لما ينتشر الهدوء يصبح عقلك قابل للتركيز أكثر، ويصبح الآن عندك فقط سؤالين ولا فقط ورقتي أسئلة، وليس أمامك بعبع يخيف. هنا تولي أمام الأمر الواقع. بالنسبة للاختيار، يقرأ التلميذ الأسئلة ولا ورقات الأسئلة في 2، ويختار ما رآه أكثر سؤال يبدأ يكون شيء. مثلا أنا هذا الورقة عندي فيها أكثر أجوبة موجودة ومتوفرة. كل ما كانت الأجوبة كثيرة كل ما اختار هذه الورقة. لكن أحيانا يدي وقته في الاختيار. وعندنا في الأخير يخلي تقريبا ربع ساعة لإعادة كتابة كل ما كان هنا في الورقة المسودة إلى الورقة البيضاء أو المبيضة، ثم يخلي ربع ساعة حتى للمراجعة. الوقت فقط أستاذة، ربما أحياناً يتخلط بين موضوع وموضوع، أحياناً كذلك يبدأ الإجابة بالموضوع الأول وبعدها يقول لك لا نروح للموضوع الثاني وما قعدش الوقت. هنا لأجل كل هذا عليه أن يأخذ وقته الكافي في اختيار الموضوع، ويعتبر أنه ديما نقوله تقريباً نصف ساعة، يعني أحياناً على حسب الموضوع على حسب المادة، ما كانش نصف ساعة يعني توقيت ثابت، وإنما يأخذ وقته في قراءة الموضوع ثم يختار الموضوع الثاني، يخبئه هو كأنه غير موجود تماماً، يدي قرار. أنا مثلاً قررت أني سأحل موضوع رقم 1، بالنسبة لي موضوع رقم 2 غير موجود تماماً. جميل. يعني نحصر نفسي في هذا الموضوع فقط. كاين حتى اللي يقطعوها. ايه صحيح. يقطعها شويه صعيبه، لكنها يعني اذا كان مش يعني تاخذ الانتباه. نعم. كذلك اخذ القرار وكان متاكد منه. نعم. خلاص يعني. جميل. كذلك النقطه اللي حابين نشيروا لها في نهايه هذا الفقره استاذه، ربما العامل الرئيسي ربما كذلك ليأثر على التلاميذ داخل قاعه الامتحانات هو عدم اخذ الراحه الكافيه. تصيب التلاميذ يعني في قاعه الامتحان في بعض الاحيان تصيبهم مرقدين فوق الطاوله. صحيح. ما يقدرش يركز،
تعبان جدا ويعني ماشي قادر من باي يعني حل الموضوع ديالو. نعم لاسبوع البكالوريا ولا ثلاث ايام البيام ولا ايام الامتحانات ايا ما كانت حتى الامتحانات الجامعيه هي عباره عن فتره يجب ان ياخذ فيها الانسان راحته بالقدر الكافي، عليه ان ينام بالقدر الكافي، عليه ان ياكل بالقدر الكافي، وهي ليست ابدا ابدا مرحله اللي يكون فيها التلميذ مرحله مراجعه ومرحله اعاده تحضير، وانما هي مراجعه سطحيه. هنا اذا طبقنا ما كنا قد اتفقنا عليه سابقا من وضع خطه نموذجيه لمده الايام المتبقيه، هنا يعمل في حسابه باللي ايام البكالوريا او ايام الامتحانات ليست ابدا ايام للاستعداد، وانما هي ايام وضع لمسات اخيره خفيفه، ويحاول ينام، يحاول طبعا النوم سيغادره سيهجره طيله الامتحانات، يحاول ياخذ مثلا الاتزان تاع البابونج. نعم. اثبتت دراسه حقيقه انها فعاله جدا خاصه للتلاميذ. يسترخي قدر الامكان، يقرا القران قدر الامكان، يستمع للقران قدر الامكان حتى يطمئن وينام، ينام باكرا، يستيقظ في الوقت المناسب ويصل في الوقت المناسب. جميل جدا، نشكرك استاذ على كل هذه النصائح للتلاميذ والاولياء في نفس الوقت الاثنين. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك كذلك. شكرا. نعم شكرا لكم مشاهدينا الكرام انكم تابعتونا في هذه الفقره، ما زلنا مكملين معكم. لكم مشاهدينا من جديد تحياتنا لكل مشاهدي اللي التحقوا بنا الان. مواضيعنا اكيد ما زلها متواصله معكم، ما شفنا مع